شكرا. بمناسبة الترجمة، إن من الاعتزاز بحضارتنا الإسلامية أن نعنى بلغة حضارتنا الإسلامية. لغة حضارتنا الإسلامية لغة القرآن، اللغة العربية، لغة محمد صلى الله عليه وسلم، لغة أهل الجنة، لغة الضاد التي جاءت بها حضارتنا الإسلامية. لكن مع الثبات يأتي التطور. لا بأس أننا ندرس اللغات الأخرى لنستفيد منها ولتكون وسيلة للدعوة إلى ديننا، لكن أن يوجد من أبناء المسلمين من لا يعرف اللغة العربية، لا شك أن هذا خلل كبير ينبغي أن يعالج، وهي دعوة إلى إخواننا أن يعنوا باللسان العربي بلسان عربي مبين. لا مانع أن تعرف من اللغات ما شئت إلى المئة والألف، لكن لا تفرط بلغتك الأصيلة لغة العربية بيسبيك إنجليش ولا غيرها من اللغات الأخرى. Well, thank you very much. I think the message is clear. What you said, we've got to study Arabic, not because it is just Arabic, because it is the language of the Quran. And now I think we open the floor for question and answer session. ولهذا نرجو أن يأتي اليوم الذي لا نحتاج فيه إلى مترجم، والمسلمون في كل العالم يعرفون لغتهم العربية. Now I think he is saying something. بس سيفقد مكانه بعدين. Yeah, that this is what I wanted to say. سيفقد مكانه الحبيب. He said there will be a time that we will not need somebody like me to translate from Arabic to English, but he said I will not like that because I will lose my job. لكنه يفقد مكانه من الكرسي ليدخل في القلب. Well, thank you very much. تجيب على السؤال. Thank you very much. تجيب على السؤال. تجيب على السؤال. السؤال عن ما هو دور المرأة في الحضارة الإسلامية. عظيم.